إذا واحد يريد يعني يرجع نينوى، فنينوى محتاجة إلى المستشفيات، محتاجة إلى الجسور، محتاجة إلى المطار. المطار اللي هو كان أهم شيء بالنسبة للموصل، حلقة وصل ما بين العالم والعراق والموصل هي. فاللي نريده نحن نحتاج، ما نحتاج يعني شارع عندنا صار شارع الحمد لله، صار تبليط عندنا الحمد لله، بس ما عندنا مستشفى وما عندنا فندق حتى الزائر من يجي عندنا يجي ما يروح هنا يزورنا، يروح هنا بغير مكان. يعني هذا ماكو شكل شيء يعني، يعني عافية محافظة تعداده 5 ملايين، يجي زائر من بغداد أو غير بغداد أو شو اسمه يجي ينام يزور الموصل وينام بأربيل، ما موجود هذا الشيء. طرب كل مكان، وإيش تقبلوا أنتم كمسؤولين؟ كيف تراقبوا؟ والله هي ما يراد كل واحد، كل مسؤول يراد المراقبين يمو، هو يراقب نفسه والله حتى يعرف أكو الله أنه هاي الشغلات أنه لا يتحركها، لأنه هاي أموال الناس وأموال الشعب. أول شيء واقع صحي، يعني كرأيي واقع صحي المستشفيات درجة أولى، لأن أنت معرض، أنا معرض، الأخ معرض، بعدين كمصارف، بعدين كدوائر هاي، بس الواقع الصحي بالبداية، بعدين الواقع التعليمي صراحة كمدارس كمناطق أنا أهم بحاجة هذا الشيء. كمراقبة أكيد الحكومة أكيد، وأكو نواب وأكو سلطة تشريعية وتنفيذية. والله كبداية يعني أغلبية المستشفيات، نحن عايز مستشفيات هوني، أغلبية الناس اللي يجون على مستشفيات يروحون على الشمال على مود الأجهزة الحديثة، هوني ما عندنا ذيك الأجهزة الحديثة اللي تتواجدون بالمستشفيات الحكومية. لازم تكون أول شيء المستشفيات ويبدون من المستشفى، من يعني البنية التحتية كلته يكملوها، وبعدين تبدي الأمور الأخرى. لازم مراقبة ولازم تطب باليد الصحيحة.